إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. حسبك. السؤال الثاني بسورة الشورى آية رقم 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإن فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. حسبك. السؤال الثاني بسورة الرحمن، الثالث عفوا، الثالث والأخير 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
والجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علينا فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك بارك الله فيك. يا طالب هاشم على ماذا؟ على ماذا؟ على تكريم بروفيشن بقينا نقول. So last